نشر أكاونت قيل أنه للمغربية بسمة بوسيلة اليوم السبت 14 نوفمبر 2020 منشور جديد عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، تعلن فيه الصلح مع زوجها الفنان تامر حسني. وكتبت بسمة: كل إنسان بيغلط وبيرجع يفكر ويعيد حساباته وبيعرف إنه كان غلط، فبيتراجع عن قرارات كتير كان ممكن تفرق له في حياته وقت دقته. أنا اتعلمت كتير من التجربة، واتعلمت مش كل الناس عندها السلام النفسي عشان تتمنى الخير لغيرها، وربنا يبعد عيون الناس القاتلة، وبالأخير يحفظ لي زوجي وأولادي. ده البوست. يا ترى في ناس كتير قالوا إن هو أكاونت فيك مش مظبوط، و احنا نتمنى يعني ان هم يرجعوا لبعض. الكلام اللي اتقالته ده هو كلام حلو، ونتمنى لهم الصلح ويكون الاكاونت فعلا مش فيك. ومن ناحية اخرى، ففي السنوات الاخيرة تحدث تامر حسني كثيرا عن علاقته بزوجته. هنشوف بقى ايه قال ايه عنها. قال تامر حسني: مراتي بسمة غيورة، عقلها ممكن يصغر أحيانا، وهذا حال جميع السيدات، فهي ممكن تركز في صوري في الأفراح وتبدأ تتساءل لماذا كنت تنظر بهذه الطريقة، ولماذا اتصورت مع هذه الفتاة مرتين، كما أنها تتميز بذاكرة فولاذية. وتابع: هي تتعامل بطريقة طبيعية، فهي عرفتني وأنا فنان وليا معجبين، وبتسافر معايا في كل مكان، وبتستقبل كل اللي يحبوني بطريقة جميلة. ومرة ساعدت واحدة من المعجبات التي لم تستطع دخول الحفل. وعن كيفية إقناع زوجته بترك الفن من أجل الزواج منه، قال تامر حسني: صوري كانت متعلقة في غرفة نوم بسمة وهي صغيرة، وأرتني كشكول لها وهي تتعامل معي على أنها خطيبتي وزوجتي، وذلك منذ طفولتها، فهي كشفت لي أنها كانت بتريد احتراف الغناء من أجل مشاركتي الغناء والاقتراب مني. وأضاف: أنا بحب صوت بسمة جدا وبسمع أغانيها. وفي لقاء آخر قال: أتشرف أني اتجوزت من بسمة، فهي مثالية، وسعيد أنها أم أبنائي. أنا كرجل أعاني من الحروب الموجودة في الوسط الفني، وبخاف على زوجتي من هذه الحروب. عندهم 3 أطفال دلوقتي. وفي 2019 قال: لن أشارك في عمل فني مع بسمة بوسيل، فهي الآن لها حياة مهنية أخرى وهي مركزة فيها. وكشف تامر حسني أن أفضل رحلاته كانت شهر العسل اللي جمعه بزوجته بسمة بوسيل. وفي 2017 في لقاء في برنامج مع فادي إبراهيم في الليلة عندك، وجه تامر حسني اعتذار لبسمة بوسيل دون الكشف عن السبب. وهنشوف دلوقتي ايه التعليقات اللي خلت الأزمة دي تظهر دلوقتي. بعد إعلان بسمة بوسيل انفصالها عن الفنان تامر حسني، نشر الحساب الموثق على انستغرام تامر حسني أكاديمي مقطع من أغنيته الجديدة كرهتيني في الحب عبر خاصية الستوري، ويتضمن مقطع الفيديو والذي نشره على الفيسبوك: قدمتلك السبت وعمري ما شفت الحد ولا الاتنين، هتعب نفسي معاكي ليه؟ ده البوست على تامر أكاديمي على انستجرام. يعني ما اشوف بقى نفسي وعيش لي يومين. ألف سلامة، طريقك وردي، وقتك عدى، وقتك فات، خدت كتير من عمري ووقتي، يلا كفاية بقى ألوهات. ومنذ أيام اختار الفنان تامر حسني وضع أغنية كرهتيني في الحب منشور مثبت على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات. واضح أوي إنك بتقولها لبسمة مراتك،
وازاي كرهت الحب بعد القصة اللي بينكم. طبعا هو ما قالش ان هو كاتبها البسمة، انتوا اللي هم اللي بيستنتجوا. وانتوا بقالكوا كام يوم بتظهروا مع بعض واحتفلتوا بعيد ميلادكم وكنتوا في منتهى الرومانسية، ايه وصلكم لكرهتيني في الحب؟ وكانت بسمة بوسيل قد تحدثت عن تفاصيل انفصالها ملمحة لانزعاجها من معجبات زوجها وصورهن معه، قائلة: لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارق معايا أي صور. وكشفت عن تفاصيل الانفصال عبر خاصية الستوري على انستغرام قائلة: كمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة. انتوا ايه رأيكم في الكلام ده؟ ممكن يطلع ان كل ده اشاعات وان فترة خلافات وزي اي جوازة وبتعدي ان شاء الله. وهنشوف دلوقتي اسرار عن تامر حسني وبسمة. 16 اغسطس 1977، مغني وملحن وممثل ومؤلف وكاتب قصص افلام ومخرج كليبات ومنتج مصري متعدد المواهب. ولد عام 77 من اب مصري وام سورية. بدأ مسيرته الفنية في عام 2002 عبر ألبوم مشترك مع شيرين عبد الوهاب تامر وشيرين، ثم أطلق أول ألبوم منفرد له في 2004 باسم حب. ونجح في خلال بضع سنوات أن يحصد جوائز عالمية وألقاب كثيرة، من مثل جائزة أفضل فنان أفريقي من الأفريكان ميوزك وورد عام 2010، كما حصل أيضا على جائزة أسطورة القرن لكونه فنان شامل من أمريكا من الـ H Apple Music World. والد تامر هو المطرب المصري المعروف حسني شريف عباس فرغلي ووالدته فاطمة الصباغ. انفصل والده عن والدته وهو في السابعة من عمره. تامر حسني معروف طبعا مطرب مصري، المطرب القدير حسني شريف وزوجته الثانية ونجليه الصغير في حفل نجلة النجم تامر حسني. هنا والدة النجم تامر حسني تحرص على حضور حفل نجلها وترتدي فستان أصفر وتجلس وسط عدد من السيدات التي حضرن الحفل. وعاش هو وأمه وشقيقه الأكبر حسام دون مصدر رزق، فعمل تامر في سنوات عمره الأولى في محطة بنزين وسوبر ماركت وبيع العطور في الشارع، وكذلك عمل عامل بناء. هنا بيحيي فرح شقيقه بحضور زوجته بسمة بوسيل وأوكا وأورتيجا. ده هنا زفاف شقيقه وهو بيحيي الحفل. مي عز الدين كانت رقصت في الحفل ده اهو. التحق تامر بكلية الإعلام في جامعة 6 أكتوبر بمساعدة من والدة صديقه، وبدأ مشواره الفني خلال دراسته الجامعية، فقد كان يغني بحفلات الجامعة. وفي إحدى الندوات في الجامعة استفسرت المذيعة سلمى الشماع إذا كان أحد يمتلك أي موهبة، فقام بغناء أغنية قولوا لا فأعجبت بأدائه. وبعدها طلبت منه أن يشارك في حفلة ضمت كبار الفنانين ونخبة من المجتمع، فقام تامر بغناء أغنيته قولوا لا فأشاب الحضور به. بعدها عرفته سلمى الشماع المنتج نصر محروس الذي اقتنع بموهبته ووقع معه عقدا. كانت أغنية شكلي هحبك أول أغنية تسجل له على شريط ضمن مجموعة أغاني لمطربين، بعد ذلك رشحه المنتج هو والمطربة شيرين والتي كانت قد قدمت فقط أغنية واحدة وكانت مع محمد محيي بحبك. أن هذه المطربة ستكون معه في شريط واحد بعنوان تامر وشيرين، وفعلا صدر الشريط وحقق أرقام قياسية بالمبيعات والانتشار، ومن ثم بذل نجمه وتوالت ألبوماته الفنية وأفلامه السينمائية. في عام 2012 تزوج
من بسمة بوسيل، هي مطربة ستار أكاديمي مغربية، وفي يوم 4/5/2013 رزق بمولوداته الأولى داليا تامر حسني، وبعد ذلك مولودته الثانية. دي داليا. صور نادرة لي معاه.